تطبيق تيك توك الشهير بيواجه دعوى قضائية أخرى، والسبب تحدي التعتيم أو البلاك أوت تشالنج، وهو من أخطر التحديات في المنصة من وقت ما ظهر من سنين، وفي تحذيرات أن كونه تسبب بحالات وفاة خاصة بين الأطفال والمراهقين. فكرة التحدي أول ما ظهر أن الشخص يحبس أنفاسه لمدة معينة إلين يفقد وعيه، وخلال ما هو بيسوي كده يكون بيصور نفسه، وبعدين تطور التحدي وصار ينطلب فيه من الشخص اللي حابب يخوضه أنه يخنق رقبته بشيء ويصور نفسه. وفعلا من كم يوم راحوا طفلتين في أمريكا ضحية للتحدي، طفلتين واحدة 8 سنوات والثانية 9 سنوات. الأولى تمت أو عثرت عليها الشرطة وهي لافة رقبتها بحبل، وكانت فاتحة تيك توك وبتسجل نفسها وهي بتشارك بالتحدي. أما الثانية فلقوها في قبو منزلها وهي معلقة نفسها بحزام كلبهم، وكمان كانت فاتحة تيك توك وبتسجل التحدي. التحقيقات قالت كمان أن الفتاتين شاركوا في التحدي بعد ما ظهر لهم في صفحة For You على التطبيق، وهي صفحة خوارزميات تيك توك بتقترح للمستخدم فيها فيديوهات وتحديات يشارك فيها بحسب مقاطع فضلها أو شافها من قبل. فهنا طبعا اعتبرت وفاة الطفلتين مسؤولية تيك توك، كون أنها بتعرض وتقترح على أطفال أنهم يشاركوا في تحدي قاتل، وبهذا الحجة رفعت الدعوة. لكن بالمناسبة تيك توك من قبل سبق أنكرت مسؤوليتها بخصوص تحدي البلاك أوت تشالنج، وأكدت أنها مو هي اللي بتروج لها، لكن أشخاص بيدعوا بعض علشان يشاركوا فيه، وأنها موفرة خاصية فاميلي بيرينج اللي بتسمح للأهالي يحددوا ضوابط لكيفية استخدام أبنائهم للمنصة. طبعا زي ما قلنا أنه التحدي المميت تسبب في وفاة عدد من الأطفال حول العالم، بس يمكن أشهر حالة هي الطفلة الإيطالية أنتونيلا اللي انتحرت عن عمر 10 سنوات، ويمكن هي كانت شرارة الغضب.